بسم الله الرحمن الرحيم. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات، أسئلة ترد كثيرا. فذاك يقول: أنا أنشط في العبادة أمام الناس ولكنني أكسل إذا كنت وحدي. وذاك يقول: أنقذونا أنقذونا، لقد قتلنا الإنترنت والشات والماسنجر. لو نطق ذاك الشاب لقال: واقعي في غرفتي غير واقعي في كليتي أو ثانويتي. فيا الله فيا الله، واقع الخلوات، كيف يكون حالي وحالكم فيه يا شيخ؟ منذ ما كنت في المتوسطة، ثاني متوسط وثالث، أنا وصديقة لي ما كنا نصوم رمضان ولا كنا نصلي الصلوات الخمس. يظن الظان عنا أن واقعنا كذا وكذا، وما علموا عنا أننا في الحقيقة أننا لا نحافظ على تلك العبادات والطاعات. كان يقع علي الضرب، كان يقع علي الضرب، وأقول: يا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله، والله لقد مات ابنه. أين أنتم عن أزواجنا المتقاعدين؟ أين أنتم عنهم؟ بعضهم وضع له غرفة خاصة في البيت يجلس فيها لوحده، وضع ألوان القنوات الفضائية يجلس عليها في بيته يقلبها. زوجي في خلوة يعيرني كثيرا: أين أنت من جمال فلانة؟ أين أنت من فلانة؟ هذه خلواتهم، هذه خلواتهم، هذه خلواتهم. اتصلت إحدى النساء تبكي وتقول لي: أبلغ عن زوجي الشرطة ولا ما أبلغ؟ قلت: كيف؟ قالت: من 4 سنوات وأنا أكتم هذا الخبر في نفسي، لا يعلم عنه أحد من الناس إلا لقد ستر الله زوجي، لكن زوجي لكن زوجي لم يتأب. قلت: ماذا؟ قالت: زوجي أعطتني البنت بعضا من أقمشة الوالد، ذهبت لساحر ودفعت له من المال، عملت السحر، خطبتها منه مرة أخرى، بان أثر السحر، وافق على الزواج. ما يعلم عنا أحد من الناس، ما يعلم عنا أحد من الناس. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطا. أنا وهي نخاف الآن، كيف بي وبها إذا وقفنا أمام الله؟ كيف بي وبها إذا وقفنا أمام الله؟ اتصل والله وهو يبكي ويقول: يا شيخ، أنا الذي علمتها الزنا، وأنا الذي تسببت في فضل بكارتها، أعلم يقينا أن من دل على شر ودل على سوء فعليه وزر، ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. أصبحت هي الآن بغيا تمارس الفحشاء، وأنا والله السبب، وأنا والله السبب. كتبت هناك مأساتي وأرقب فاجر آهاتي وأنفح دمعة حرة تنادي ربما آتي. يا أسفي وأرجل صخرة وياتي أسير محطم فكري ويظهر فيه إخماتي. ولكنها صاحبة قيم لك، اسمع العجب الآن. قال: يا شيخ، زوجتي حتى أيام العذر الشهري تتلو السجادة، تحاول تستيقظ من الليل وتجلس على السجادة لا تصلي، فهي معذورة، لكنها تستغفر وتدعو الله جل في علاه حتى يؤذن المؤذن صلاة الفجر. فلما سألتها فلانة: لماذا تشقين على نفسك وقد عذرك الله؟ قالت: أليس الله جل وعلا قد قال: والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. سائل خالقي، سائل خالقي صفحا ومسحا للخطيئاتي. انهمر كمال بلا البكاء. قلت: خبرني يا كمال، ما الذي غير؟ قال: يا استاذ، انا اخبرك الخبر، انا سهران مع الشباب البارح، سهران على القنوات وعلى شرب المعسل والدخان، لعبنا بيلون الى الساعه الثانيه من الليل، والدي ووالدتي تعبوا معي، ثم اتيت في الطريق ذهبني الى بيتي، وكان ذلك في شهر رمضان. يقول: وقابلني رجل لا اعرفه فاخذني وهزني هزه وقال: يا كمال، متى تتوب؟
يا كمال متى تتوب؟ يقول ثم ذهب أتعشت، اسم الذي ترى هذا أصبح يرتعش وينتفض. وصلت المسيح في ذاك الموقف، بكيت بأدمع من حرم زار على التفريط في ظل السنين.